مشاهدينا مساء النور عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة أنني نفتح النقاش في موضوع مثير للجدل. اليوم كنستضف معي تجربتين على أساس أننا نناقش طبيعة الحال مبدأ مهنة مستقلة بذاتها. اليوم كنتكلموا على مهنة اللي جديدة في المغرب وتعطتها انطلاقة جديدة في المغرب بنفس جديد. ربما هي مهنة كانت حكر على الرجل، لكن اليوم أصبح للمرأة دور فعال من خلالها. لهذا الغرض اليوم كنستضفوا معنا ضيفتين كريمتين. كنستضفوا معنا الأستاذة سمية مرشد، وهي أستاذة عدل مغربية. مرحبا بك أستاذة سمية. مرحبا بك أستاذة سكينة، السلام عليكم وشكرا على الاستضافة ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. مرحبا بك أستاذة ومشكرة جزيل الشكر. وأيضا كنستضفوا من دولة مصر الشقيقة الأستاذة سارة محمد، مأذونة شرعية. أهلا وسهلا أستاذة سارة. أهلا بسعادتك، يا رب دايما منورة كده في كل البرامج، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله، وسعيدة جدا جدا إني معاكي. شكرا جزيلا وأنا أسعد. كان مبرمج أيضا أنه تكون معنا أستاذة إشهاد أو عدل إشهاد من تونس، لكن للأسف اعتذرت يعني قبل بث البرنامج. كان بودنا أن تناقشنا تجربة أو يعني نضيفه للبرنامج تجربة تونسية إن شاء الله فرصة قريبة، مع تحياتي بطبيعة الحال لكل شاهدات العدل بتونس. وغادي نمشي مباشرة عند الأستاذة سارة محمد، كون أنه تجربة سبقتنا في مصر. عندما نتكلم يعني أستاذة سارة عن المأذونة الشرعية، ربما هناك تحفظ اجتماعي نوعا ما عن المهنة، فحدثينا عن التجربة المصرية في هذا المجال، وكيف كان للمرأة أن تقتحم هذه المهنة التي ظلت لسنوات حكر على الرجل. هقول لك أولا أن كل حاجة جديدة دايما بتبقى مخالفة للعادات والتقاليد اللي تعودنا عليها، بتبقى ليها يعني بتبقى شاذة عموما. لكن مع مرور الوقت مع الناس لما بيجربوا يعني الشغل وبيشوفوا ان الست قامت بالدور كما يكون او زي ما الراجل بيقوم بيه على الاقل، فبيخلاص بيتشال التحفظ ده وبيلقى قبول، ان الوظيفة تلقى قبول. فضلا عن ان وظيفة المأذون يعني انا شايفة أو الطبيعي العمل بتاعها إن هي زيها زي أي موظف عام في الدولة، بيقوم بتسجيل عقود وطبعاً عقد الزواج من ضمن العقود، فما فيش مشكلة إن تكون الست مأزونة. ده رأي الفقهاء لما أو حاولت أول ست مأزونة في مصر إن هي تقدم للمأزونية، فطبعاً ما لقتش قبول خالص، ما كانش في أي قبول من أي حد إن هو يعني إيه ست تبقى مأزون. طبعا ده مخالف للعرف والعادات وكل حاجة، لكنه مش مخالف للقانون، يعني من ناحية القانونية هو غير مخالف للقانون، لكن ومن ناحية الشرع كمان هو مش مخالف للشرع، لأنه لما بص لطبيعة المهنة هلاقي إن هو زيها زي أي مهنة بتقوم بيها الست، يعني الوزير، الست الوزيرة، الست الطبيبة، الست المهندسة، ما فيش أي فرق، هي مهنة بتقوم بها الست زي ما الرجل بيقوم بها، تمام؟ نعم. فما فيش أي مشكلة. أما بقى حتة الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد دي مع الوقت بتعدي، يعني أنت مش 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 شرط أنك أنت أول ما تشتغلي أي شغلانة أنه تلاقي قبول من كل الناس، لا. أنا هحكي عن تجربتي أنا عموما. أول ما اشتغلت طبعا الناس ما كانتش متقبلة كده خالص، ازاي ست تبقى مأذون، ازاي ست تقعد في مجتمع رجالي بحت وتقعد وتعقد قران لزوج وزوجين، فازاي جربنا الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة، الناس لقت ان شغل الست جميل جدا، فكرة هقولك فاني يعني، فضلا عن ان دلوقتي اي ست
بتقدم لمأذون العمل كمأذون بتكون معها مؤهل عالي ودراسات عليا كمان. يعني يمكن بعض الرجال اللي أخدوا المأذونيات أو اللي تعينوا مأذون ما همشي على مستوى العلمي ليها، فيعني لقوا أن الست ليها درجة علمية أعلى من الرجل كمان. وبعدين هم إن لما اشترطوا أن الست تكون على معرفة بالعقود الشرعية والصيغة الشرعية للزواج، فطبيعي يعني أنا في دراستي أخدت كل الحاجات دي في دراستي على معرفة كبيرة جدا جدا بيها وعلى دراية كبيرة جدا بيها، لأن ده أولا وفي الآخر يعني ده ديننا وإحنا أكيد عارفينه. مش هقول كل الناس عارفة كل حاجة، لكن إحنا بالعموم أكيد تعمقنا فيه ودرسناه وعلى دراية كبيرة جدا جدا بيه. نعم. يعني عمر عمل مأذونة في مصر بكم يقدر؟ يعني كم هي التجربة؟ 12 سنة. أول مأذونة اتعينت كانت من 2008، سنة 2008. نعم. طبعا ما كانش فيه خالص قبول ان هي تقدم حتى ورقها للمحكمة، المحكمة ما كانش حد عايز يقبل الورق بتاعها. رفعت قضية في القضاء الإداري، وطبعا يعني أخدت فتوى من دار الإفتاء المصرية بأن هو يجوز تعيين المرأة مأذونة لأن دورها لا يعتد سوى موثق زي أي موثق، وما فيش ما يمنع ولا أي محاذير تمنع تعيين الست كمأذون. يعني هاي الرأي بقى الخالف إنه إن مجلس العقد الزواج بيكون مجلس ذكوري بحت. يعني طب إيه المشكلة؟ ما أنا واحدة من الناس لما بدخل المكان اللي أنا هعقد فيه القرون بلاقي مكان مخصص ليا أنا هقعد فيه لوحدي، أنا هبشر عملي بكل الأريحية، ما فيش أي مشكلة بتواجهني، كل الناس بتحترم وجودي، كل الناس بتقدر تماما إني ست وبتحترم وجودي كست. ويعني مش قادر اقول لك انه والله بيكون في كل التقدير والاحترام لوجودي. جميل طبعا جدا. يعني بصدق الان ارغب في ان اعيد الزواج مره اخرى، ساربط عقد مغربي بعقد مصري حتى اعيش تجربه. إذا سمحتي لي أستاذة سارة سأنتقل عند أستاذ سمية. أستاذة سمية، ربما احنا تجربة فاتية اليوم كنتكلموا يعني عن تجربة ديال الأستاذة سارة، تكلمت لنا على 12 سنة من الممارسة في مصر، كانت عقبات، كانت مجموعة من الأمور. اليوم احنا تجربة فاتية في المغرب، تجربة اللي عندها وقع بطبيعة الحال. نبغيو نعرفوا بداية كيفاش كان التعامل مع الفكرة كفكرة، يعني كيف جا الدين ديالك أستاذة سمية أنك تفكرت مارسي مهنة العدل، وأيضا الخطوات اللي تمت من أجل التكوين وصولا إلى أداء القسم بطبيعة الحال الأسبوع المنصرم. شكرا أستاذتي الكريمة. بداية أود أن أقول أن ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي هي ثورة حقوقية ومرحلة جديدة في تاريخ ومسار التوثيق العدلي. بعد موافقة واستشارة المجلس العلمي الأعلى أنه لا مانع من ممارسة المرأة إلى جانب شقيقها الرجل هذه المهنة التي ظلت حكرا على الرجل شرعا وقانونا، وحتى بالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي لا يشترط الذكورة. وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى جميع التعليمات من أجل تكوين فعال وناجح. فقد بعد انعقاد المجلس الوزاري في 2018 بداية شهر يناير تم الإعلان عن المباراة من أجل انتحال كتابي، وقد تقدم على الصعيد الوطني ما يقارب 19 ألف مترشح ومترشحة على الصعيد المملكة، وقد تم انتقاء الأولي للملفات. بعد انتقاء الأولي ثم مررنا إلى امتحان كتابي كان على صعيد
المدن المغربية: طنجة، الدار البيضاء، فاس، أكادير، مراكش. بعد صدور نتائج الامتحان الكتابي تم الإعلان عن النتائج النهائية، وقد أصدرت عن نجاح 3000، ما يقارب 3000 ناجح. مررنا بالامتحان الشفوي، وبعد مرور شهر تم الإعلان عن الامتحان المهني في يومين، لأن تم تقسيمنا إلى فوجين في المعهد العالي للقضاء بالرباط. وبعد صدور نتائج الامتحان الشفوي صدر قرار لوزير العدل بتعييننا كعدل متمرن. ومن ثم من الامتحان الكتابي مرورا بالامتحان الشفوي تلقينا تكوين ينقسم إلى شق نظري وشق تطبيقي. الشق النظري كان على مستوى المعهد العالي للقضاء بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، وقد أشرف على هذا التكوين سادة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة وعدول ممارسين، وكذلك إطارات بالمحافظة العقارية وأساتذة وممارسين من إدارة الضرائب. وتلقينا تكوينا يعني جامعا مانعا في كل ما يختص بمجال توثيق العقود ومجال المحافظة العقارية ومجال التعامل مع إدارة الضرائب وإدارة التسجيل والتنبل وإدارة الاستثمار الفلاحي. بعد مرور هذه المدة من التكوين النظري مررنا إلى الشق التطبيقي. الشق التطبيقي على مستوى المحاكم، قضاء الأسرة، يعني كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وشؤون القاصرين وإحصاء التركات وغيرها. مرورا بزيارة ميدانية لهذه المؤسسات، يعني المحافظة العقارية على مستوى الإدارة، إدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب وإدارة الاستثمار الفلاحي والملك الغابوي، كل علاقة ما له بعمل السيد العدل المبعدة. بعد أستاذة سمية، يعني الفترة اللي خديتوا فيها التكوين كانت شحال المدة تقريبا اللي خديتوا فيها التكوين؟ مدة سنة. سنة كاملة من 2018 إلى حد اليوم 2020. نعم. ثم مررنا بتجربة ميدانية في مكاتب السادة العدول. جميل جدا. كنتوا في التمرين؟ طبيعة الحال. تفضلي. بعد هذا الشق النظري والتطبيق، يعني مرورا من الامتحان الكتابي الى الشفوي، يعني قطعنا مراحل اساسيه وجد مهمه تنفيذا للتعليمات الساميه المولويه لصاحب الجلاله على ان يكون هذا الفوج فوجا متميزا، خاصه مع ولوج المراه لممارسه هذه المهنه. ثم بعد تجهيزنا لهذه المراحل تم هناك امتحان مهني من اجل ممارسة المهنة الفعلية إلى أداء اليمين القانونية أمام الهيئة القضائية بحضور رئيس المجلس الجهوي وتقديمه للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بحضور الوكيل العام للملك، وتم تقديمنا على أساس قرار التعيين وعلى أساس أداء اليمين القانونية. هذا هو التكوين الذي تلقيناه. يعني قبل منها أستاذة سمية كنت شرتي لي بأن أغلب سيدات العدل يعني حاصلات على ماجستير أو دكتوراه في علوم متعددة، لأن المستوى التعليمي عالي جدا. هذا الفوج يتضمن كفاءات عالية ومؤهلات عالية، إلى جانب ما تتطلب هذه المهنة من مجالات الشرعية، فهي مهنة قانونية، أصبحت مهنة قانونية تستمد مع أن تستمد شرعيتها من الفقه المالكي. وهذا الأفواج
منهم من هو حاصل على شهادة الماستر، ومنهم ما هو حاصل على الدكتوراه، ومنهم من يتكلم بلغات أجنبية كالإسبانية والإيطالية والألمانية، وكذلك تجربتي الخاصة في هذا الميدان لأنه رابط بمهنة العدل، لهذا بمهنة التوثيق العدلي التي اخترتها لأنها عند ممارستي في القطاع الخاص بكل ما يتعلق بالتسيير والمعاملات التجارية والعقارية، يعني كان لها ارتباط وطيد بهذا المجال، ولي الشرف والاعتزاز الانتساب لهذه المهنة الشريفة العريقة. الله يعطيك الصحة، وأكيد أنه كاين تراكم عندي ما يتسالك أستاذة سمية. انتقل عند أستاذة سارة. أستاذة سارة، يعني نتكلم عن تجربتي 12 سنة عايشتم تفاصيل عديدة جدا. ما هي الصعوبات التي واجهت المرأة أثناء ولج هذه المهنة، بغض النظر عن النظرة الذكورية، بغض النظر عن نوعا ما عن الصعوبة الاجتماعية في إدماج المرأة في مجال طال لعقود حكر على الرجل، ما هي الصعوبات ربما التي لم ترى بالعين المجردة وإنما يعني عايشتموها؟ أولا تحياتي للأستاذة سمية، وأحب أقول لها بالتوفيق يا رب دايما، وحاجة جميلة جدا جدا انك انت دخلت المجال ده، وان شاء الله دايما يا رب بالتوفيق، وحاجة جميلة جدا. انا مبسوطة بصراحة، يعني انا بحس لما الست تكتسح مجال الذكوري او يتاح لها العمل في المجالات اللي كانت حكر على الرجال بفرح قوي، يعني خصوصا ان احنا يعني ما نقلش عنهم في اي حاجة خالص، كلنا تعليم عالي، وكمان انا واحدة من الناس معايا ماستر ومعايا دكتوراه، ف يعني أنا شايفة أنه يعني ليه ما ناخدش الكفاءات، يعني ليه نقول ده حكر على الرجل وده ما ينفعش ليه الست. يعني إحنا عندنا في مصر الست دخلت كل المجالات، بقت موجودة في النيابات العامة، وبقت موجودة رئيسة نيابة، وبقت موجودة مديرة نيابة، ودخلت القضاء، وبقت وزيرة. فأنا شايفة أنه الست ما تقلش خالص خالص في أن هي تبقى في أي مجال من مجالات العمل، لأن هي جديرة بكده. أكيد أكيد. تحياتي للأستاذة سمية، ويا رب دايما أسمع عنك كل خير يا رب. يا رب إن شاء الله. هكلمك بقى عن الصعوبات. أنت قلتي أنه أول صعوبة هي النظرة الذكورية، أنه فعلاً يعني الناس مش متقبلة أي حاجة جديدة خالص، يعني إيه ست تبقى مأزونة، بيتدخلوا فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، يعني يتدخلوا في الشرع يجوز أو لا يجوز. طيب هو كون اللي فكرة ست تبقى مأزون أكيد درست من جميع النواحي القانونية والشرعية علشان يتم الموافقة على عمل المأزون، فما فيش مجال لأنه إن حد يعترض بدون ما يكون دارس أو واعي للي هو بيتكلم فيه. طبعا دي أول صعوبة واجهتنا، إنه في أول عقد بالنسبة للمأزون الست إن هي تروح أول عقد قران، بالنسبة لي ده كان أصعب حاجة. إشكال طرح فقط في عقود الزواج، ربما عقود أخرى لم يطرح إشكال، وإنما عقود الزواج كانت لها خصوصية. هقول لك على حاجة. أولا عقد الزواج من أسمى العقود اللي يعني اللي ربنا خلقها، ليها رونق، ليها روحانيات جميلة، بتبقي راحة وانت مبسوطة، كل اللي حواليك مبسوطين فرحانين، وكمان دخولك ببهجة وثقة في النفس، ويعني دي لوحدها بتخلي كل اللي حواليك يقتنع انه ينفع فعلا الست تبقى مأزون وتشغل كل المهن اللي هي حكر على رجال. تمام. فأول الصعوبة واجهتني كانت في أول عقد أنا قمت بيه، وكان عقد زواج. طبعا بس أنا يعني الحمد لله أنا يعني من وجهة نظري بشوف إن الست لازم اللي يعني يتم ترشحها لمهنة مأزون أو تفكر إن هي تشتغل مأزون أو ترشح نفسها، إن هي تكون في ثقة في النفس جامدة جدا، مش هقول جراءة، هقول ثقة في النفس. ثقة في النفس بتخلي كل اللي موجودين حواليها يتعاملوا معاها من المنطلق ده، انه مش اي حد ممكن يوجه لي كلمة توترني او تقلقني، لا انا هقدر اسيطر على كل اللي موجودين وهتعامل معاهم بقدر عقول كل واحد فيهم.
النقطة دي كانت بتضايقني، إن أنا مش عايزة أتعامل مع كل واحد بعقله، لكن مع مرور الوقت لقيت إنه لأ، أنا فعلا إنه أنا واجب عليا إن أنا أتعامل مع كل واحد بمقدار عقله، يعني مش هاخد كل حاجة على أعصابي وتوترني. في الزواج ما كانش في أي مشكلات بتقابلني غير النقطة دي بس، إنك أنتي رايحة عقد كل موجودين فيه رجال، فكل واحد بقى عايز يتكلم كلمة، وأنتي المفروض إن أنتي تبقي واعية لكل التصرفات اللي حواليكي وقادرة إنك أنتي تثبتي وجودك في المهنة دي، تمام؟ أما بقية العقود اللي هو عقد الطلاق، ف ما كانتش بتواجهنا فيه أي صعوبات، غير إني أنا نفسي ببقى يعني متضايقة من إجراء العقد. طبعا بيبقى انفصال كل اللي حواليكي، الجو العام مش يعني مش فرح، فما بيبقاش فيه أصلا حد واعي إن هو يفكر هي ست اللي هتقوم بإبرام العقد أو الطلاق، لما محدش بيفكر كده. مع مرور الوقت طبعا كل الحاجات دي خلاص ما بقتش موجودة، كل الناس تأقلمت مع وجود الست، خصوصا إن لما لقوا إن الست أثبتت جدارتها في إن هي تكون مأذون، أثبتت جدارتها في إن هي تكون قد أي مجال بتشتغله. ف يعني دي كل صعوبات، فضلا عن المواقف الإنسانية بقى والعادات والتقاليد اللي بتقابلنا في المهنة، لكن غير كده ما كانش في أي صعوبات واجهتني أنا بالتحديد. يعني أنا بتكلم عن نفسي، لكن ممكن زميلاتي ممكن يكون واجهتهم صعوبات تانية، في كل واحد على حسب دايرته، مع اختلاف الأماكن طبعا، مع اختلاف الأماكن بيختلف العادات والتقاليد، فكل واحد واجهته مشكلات مختلفة. انا مع نفسي ما كانش عندي اي مشكلات، غير انه الناس بس تتقبل فكرة الست وجودها في عمل المأذون. كون ان هي تقبلت الفكرة فانا جديدة، كل عندي كل الثقة ان هثبت نفسي وهثبت للناس انه الست ما فيش حاجة ممكن تمنحها من ان هي تشغل اي مهنة موجودة. وهناك اقبال على النساء يعني المأذونات في عقود زواج و انا عايزه اقول لك ان انا اول ما اشتغلت، يعني اول ما اشتغلت في دايرتي اللي هو اختصاصي، كنت يعني الناس مش متقبله الفكره في اولا، بعد كده بعد ما اشتغلت والناس شافت شغلي والناس شافت طريقتي في القاء العقد، في القاء الصيغه، لقوا ان يعني انه هو يعني كان في ذهول من بعض الناس انه بالفعل انت احسن من الراجل في اداء الصيغه، يعني في بداية في شغلي طبعا، فضلا عن انك انت ان احنا بنقوم بالشغل الإداري الورقيات، يعني ان احنا توقيعات الزوج والزوجة، البصمات، طبعا كل بلد بتختلف في إجراءات العقد عن بلد تانية، يعني أكيد الأستاذ سمية عندها الوضع مختلف عننا. فاحنا طبعا عندنا جزء ورقي اداري ده بنشتغله الاول، ان احنا بنحط السواد الشخصيه على القسايم، على وثائق الزواج، وبعد كده بنبصم، بناخد توقيعات الزوج والزوجة ونبصم كل زوج وزوجة على الصورة بتاعته، الصورة الشخصية بتاعته، وطبعا في شهود للعقد برضه بناخد بياناتهم كاملة. كل ده أنا بعمله قبل إجراء العقد، ده شغل إداري إحنا بنقوم به الأول. فطبعا في الفترة دي بقى أنت ممكن تسمعي حاجات كتير قوي، يعني الناس بقى يعني عايزين يشوفوا المأذون بقى هيعمل إيه، وهل الست هي بتقوم بنفس الإجراءات اللي المأذون الذكر بيقوم بيها. طبعا ده الفكر بتاعهم. يعني بعد كده بنبتدي نقول خطبة بسيطة كده، يعني لطيفة كده، ان احنا نعرفهم بقى احنا هو بنتكلم وبنلقي خطب، ويعني يعني بنقول زيكم، مش اقل منكم ولا حاجة، واحسن كمان. يعني انا واحدة من الناس عملت لي كذا خطبة او مقدمة اقوم بيها عند اجراء العقد. عملت كده يا استاذة سمية ولا ايه؟ وبعد كده بنقول الصيغة اللي هو طبعا صيغة تلقين العقد لوكيل الزوجة والزوج، وبيتم العقد وخلاص تمت، وكل الناس بيبقوا مبسوطين وتمام، مفيش أي مشكلة رائع خالص. جدا. الفرق بين المغرب ومصر هو أنه مصر ربما
سبقتنا في تجربة، تجربة الآن في المغرب فتية يعني في بدايتها، نتساءل عن كيف سيتعامل يعني المجتمع معها. ولكن انطلاقا من نظرتك أستاذة سارة، نوعا ما تبعت الطمأنينة في القلب، بحيث أن الإصرار وجودة العمل ستكون هي الفاصل علاقة بالناس. منك أستاذة سارة سأنتقل إلى أستاذة سمية. أستاذة سمية، ربما الإشكال المطروح اليوم كيفاش غادي المجتمع يتقبل حضور المرأة في إبرام بعض العقود، ربما هي العقود عقود الإراثة، عقود يعني البيوعات إلى غير ذلك، ما غيتطرحش فيها إشكال كبير، ربما حتى عقود الطلقات الاتفاقية أو لا الإشهادات بالطلاق ما غيكونش فيها إشكال، لأنه ربما غتكون فرصة للمرأة أنها تكون كتواصل مع مرأة في حالها، غيكون عندها واحد الوقع إيجابي. ربما الإشكال غيتطرح في عقود الزواج، كيفاش غيكون التعامل معها، يعني أنتم كيفاش هيئتوا نفسكم، خاصة وأنه خلال الأسبوع المنصرم صرح لنا الدكتور بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية سد العدول بأنه السيدات العدلات سيقومن بنفس العمل ديال سد العدول، ما كاينش فرق نهائيا في إبرام أي عقد كيف ما بغى يكون، سواء غتشتغل السيدة العدل إلى جنب سيدة عدل أخرى، أو لا سيدة العدل مع سيد العدول، أو لا سيدة العدول زوج. إذن ما كاينش نهائيا أدنى فرق ما بين المرأة والرجل في الممارسة ديال المهنة. بالنسبة نود نوضح واحد النقطة، أن نظام التوثيق العدلي في المغرب يعتمد على نظام الكتابة والتوثيق ونظام الإشهاد، عكس التجربة المصرية اللي كدير مأذون شرعي. وبالنسبة لهذه الصورة اللي كنحصروا فيها عمل السيد العدل أنه فقط محصور في الزواج والطلاق، السيد العدل يتلقى جميع العقود وله واسع الصلاحيات في جميع الاختصاصات إلا ما خالف الشرع والقانون، يعني يمنع تعامل خارج دائرة التعامل ما يخالف النظام العام. يعني التوثيق العدلي له الولاية العامة في صياغة جميع العقود بما في ذلك الأحوال الشخصية، بما في ذلك المعاملات العقارية، المعاملات المالية، مدونة التجارة، مدونة الضرائب، الأصول التجارية. إضافة إلى هذه الاختصاصات هناك اختصاصات حصرية، لماذا؟ لأنك قلت أن نظام التوثيق العدلي فيه ازدواجية، نظام الكتابة والتوثيق ونظام الإشهاد، فكل عدل موثق وليس كل موثق عدل، لأن العدل يكتب ويشهد في آن واحد، بينما الموثق يكتب فقط، لأن هناك اختصاصات حصرية لسيد العدل، مثلا في إقامة رسوم الملكيات بالنسبة للعقار الغير المحفظ، بالنسبة للمتعاقد الذي لا يتوفر على سند تملك هناك شهادة لفيفية يمليه بأن هناك أشخاص أنه حاز وتصرف فيه، يعني ذلك الشروط ديال الحيازة الاستحقاقية، زائد ذلك الشهادة الإدارية اللي كيجيبها من السلطة المحلية أنها تنفي الصبغة الجماعية أو الحبسية. كذلك اختصاصه حصري في عقد الحبس أو عقد الوقف الذي تطرقت إليه مدونة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا اختصاص حصري على في عمل سيد العدل. كذلك التحديد الإداري للأراضي السلالية، وهناك اختصاصات حصرية واختصاصات واسعة. لماذا لا حصر لها؟ لماذا؟ لأن السيد العدل يقوم السيد العدل الموثق يقوم بصناعة الوثيقة، لأنها مهنة تهتم هي صناعة وفن. صناعة وفن لماذا؟ لأنه دائما يصنع الوثيقة طبقا لمتطلبات الحياة اليومية التي تتغير، لأن أحوال الناس تتغير وتتبدل، والمعاملات كذلك وتتغير، فتجد السيد العدل أنه يصب هذه المعاملات في وثيقة رسمية، لأن الوثيقة التي يصيغها السيد العدل هي وثيقة رسمية، وله الصفة الضبطية في ضبط المعاملات واستقرارها وتحقيق الأمن وتحقيق الأمن التعاقدي، وما يلعبه السيد العدل في
في تشجيع الاستثمار وفي المعاملات العقارية والاقتصادية والاجتماعية لا يسعني في هذا الوقت الوجيز شهر، لأنها مهنة عريقة ضاربة بجذور التاريخ، وما لعبه سيد العدل المنطق في توثيق البيعة في علاقات السلاطين والملوك. أستاذة سمية، سيد وسيد العدل، لأن لفظ العدل سيد وسيد العدل سيد عدل أو عدل موثقة، عدل موثق أو عدل موثقة، لأن صفة العدل من صفات الله سبحانه وتعالى، ولنا الاعتزاز والفخر للانتماء لهذه المهنة الشريفة التي مارسها الفقهاء وكبار العلماء، ونحن صلة وصل لنكون إضافة نوعية وقيمة، لأنها ثورة حقوقية وتماشيا مع روح الدستور 2011 الذي هو أستاذة سمية، باش نبسطوا الصورة أكثر، شنو هي انتظاراتك من رد الفعل المجتمع تجاه المهنة؟ ربما ناس اللي هما عندهم واحد الإدراك بطبيعة المهنة وبتفاصيل اللي مرت منها وبتفاصيل هذه الثورة النسائية والثورة الحقوقية اللي اليوم كنعتبروها مكتسب كبير، أكيد أنه ما غيخفاش على عينيه أنه يقبل كيف ما يكون سيد العدل تكون سيدة العدل. أنا كنتكلم على الصورة الاجتماعية في البساطة ديالها، أشنو هي انتظارات؟ كيفاش كتشوفي المجتمع المغربي غيتقبل حضور المرأة في هذه المهنة؟ بطبيعة الحال هي اللي لكل تجربة، أي تجربة لابد أن تجد معارضون ومؤيدون، لكن ما أؤكد عليه أن مؤسسة التوثيق تقوم بخدمة بمنتوج، فعندما تطرح هذا المنتوج ذات فعالية لا يأبه مثلا الناس أنه واش دارته امرأة أو رجل، يعني مني كنكونوا أمام منتوج جيد، وكما تعلمون أنها تنافسية شريفة، دخلنا إن هذه المهنة لنؤازر ويؤازرنا الرجل، دخلنا إلى لنشتغل إلى جانب شقيقنا الرجل، وعن تجربتي وتجربة الزميلات لقينا استقبالا في المكاتب العدلية، ومدوا لنا يد العون والمساعدة واطلاعنا على جميع الوثائق، وكذلك في المحاكم لم نلاقي صراحة أي اعتراض، لأنكم كما تعرفون أن المملكة المغربية هي مملكة منفتحة، يعني مملكة تشجع دخول المرأة، تشجع كل ما له إنتاجية في تطور جميع المهن، لأن المرأة ما لا نقتصر على عدل موثقة، المرأة أصبحت ربان طائرة، كيف يعقل أن الأرواح الناس هي أغلى من توثيق مثلا عقد، مثلا المرأة أصبحت قائدة السفينة، أصبحت تتقلد المناصب العليا والسامية لأن لها الجدارة والكافية وعندها دقة الملاحظة، وهذه المهنة تتطلب التدبير والتسيير. وواحد الجانب آخر، لأن لمست أنا شخصيا في المكاتب بمجرد ما تقدم لهم سيد العدل الموثق أن مرأة دخلت الميدان، إلا وصراحة وبكل صدق ولا أفتخر أن لقينا ترحيبا صادقا، وتيقولوا الله يودي بهذا، ربما الأستاذ ما تفهمناش باللهجة المغربية، كيقول الحمد لله لقينا مرأة بعدا غتفهمنا وغنقدروا نتعاونوا معها، وربما ستكون يعني سهوله في التواصل ما بين امراه لامراه، و هي نقطه، هذه نقطه بالنسبه للرجل، اما بالنسبه للمراه ترتاح. لماذا؟ لان الحمد لله ان دخلت هذه المراه، ولو دخلنا متاخرين ولكن دخلنا، يعني كما تنقولوا مراه مثلا تضع النقاب يلقى الرجل العدل صعوبه في كشف نقابها، نعم. يعني يطلع على صورة التعريف في البطاقة التعريف الوطني، إضافة إلى خصوصيات تتعلق بالمرأة، عندما تجد المرأة وتجد السيد العدل هناك نوع من الارتباك ونوع من الحياء، لكن عندما تجد المرأة لأن السيد العدل موثق يحافظ على أسرار المرأة، تقول لك جميع الأسرار، وهذا ما يتميز بمهنتنا الشريفة أنها خدمة، نقدم خدمات مجانية، هذا ما لاحظته وشاهدته
أثناء الممارسة الميدانية، أن السيد العقل الموثق ولو مثلا الدور الذي يقوم به يومين يقوم بخدمة مجانية، يبدأ النصح ليس كباقي المهن، يبدأ النصح والمشورة مجانا، يتلقى الإسلام مجانا. العسر مثلا المقبلين على الزواج كمؤسسة مثلا مجانا، يعني يسدي خدمات من وراء الستار، يعني يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعقارب واحد الطريقة، لأنه كما تنقولوا هو يحضر مثلا حتى وسائل الإثبات. أن مثلا كيجوا عندك ناس تيكونوا في واحد النزاع، هذاك النزاع مثلا تيخلصوا العدل في واحد مثلا في واحد الجلسة، اللي غتمشي هذاك النزاع أو الخلاف غيمشي للقضاء، يعني ربما سيسلكوا سنوات. سيد العبد كيقوم بواحد الدور في صمت، كيدير واحد الفصل هذاك النزاع وهذاك الخصام مثلا في الارث، في قسمه العقار، في جميع المعاملات. يعني هو يعني يامن استقرار كما تنقولوا المعاملات في الافراد، معاملات استقرار الافراد في معاملاتهم سواء الشخصيه او العقاريه او التجاريه. هذا هو الدور الطلائعي اللي كنحترم به من هذه المهنه الشريفه والجليله التي افتخر بانتمائي اليها. ما شاء الله عليك استاذه سميه، وان شاء الله نتمنوا لك حد موفق. فقط يعني كتوضيح مبسط قبل ما نمشيو عند استاذه ساره، ربما يعني الساده العدول كيستقبلوا بطبيعه الحال المتعاقدين في مكاتبهم، ولكن عقود زواج عندها يعني واحد الخصوصيه قد يعني تعقد في المكتب، او يتم طلب واحد الرخصه استثنائيه للانتقال الى يعني مكان ابرام العقد او مكان الاحتفال بهذا العقد هذا. فبالنسبه لك استاذه يعني نفسيا كيفاش كتحضري نفسك لهذا النوع من العقود اللي ربما فيها اتفاقات فيها حضور ديال الاهل في المكتب؟ غتكون مساله يعني ابسط واسهل من انها غتكون امام الجموع، يعني انت كيفاش كتشوفي النظره ديالك باقتضاب قبل ما نرجعوا للضيفه المتلقي اللي كان في المكتب؟ راه اريحيه، وحتى التوجه كما كنقول حنا التوجه خارج المكتب حتى هو غنلقاو فيه اريحيه، لانك المهنه لما حبيتيها ما غتقدريش تعطي فيها. بحال مثلا السيده الشرطيه مثلا او العسكريه، فهي تخوض في الميادين، يعني عندها واحد العزيمه واصرار، يعني سواء في المكتب او لا عند البيوت، لانك غتقدسي حتى ذوك الاعراف ديال الشعب المغربي، هذوك الاعراف ان هناك سيد العبد يوثق، يعني غتحترمي حتى ذوك العرف، لان المهنه كتحافظ حتى على التقاليد والاعراف، وهي موروث تاريخي وحضاري، ما يمكنناش حنا غنحيدوا هذا الموروث، ولو ان الوثيقه العدليه كتطلب التطور، ولكن مع الحفاظ على الموروث ديالنا سواء في المكتب او لو التوجه لا اشكال، ما دام دخلنا المهنه الا وداخلين بواحد العزيمه وبواحد الاراده، لان كما قلتي المراه استطاعت ان تكون لها بصمه خاصه وتميز في جميع الميادين لا إشكال، سواء في المكتب أو خارج المكتب. نعم، انتقلوا عند أستاذة سارة. ربما اليوم يعني نضع أنفسنا أمام تجربتين، كان من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، ولكن اليوم هي طبقت في الأغلب، يعني في الدول العربية فقط 3 دول من يعني سمح لها بدخول المرأة لهذا المجال، تونس، مصر والمغرب. فتظل يعني مهنة من الصعب على النساء أن يقتحمنها، تظل مهنة لها خصوصية، يجب أن تتميز الدولة التي ستقوم يعني بتشجيع المرأة في هذا المجال بانفتاح وبجرأة كبيرة جدا. ولاحظنا بأنه ربما 3 دول جريئة جدا علاقة وارتباطا بحقوق المرأة والدفاع عن حقوق المرأة، كانت لها السبقية في أن يعني تلج هذه المهنة. إذا ما تحدثنا عن مصر لها دور طلائعي في الدفاع عن حقوق المرأة، تونس أيضا والمغرب أيضا بطبيعة الحال. فقراءتك للموقف بصفة عامة، ماذا لك أن تقولي لنا؟
هقول لك على حاجة، هو كون إن الست يسمح ليها بدخول المهن اللي بتكون حكرة على الرجل، فده بيدل على انفتاح الدولة فعلا، ويعني الفكر المستنير لدى القضاة أو القضاة يعني القائمين على الدولة. يعني مثلا احنا عندنا في مصر في البداية لما قرروا ان هم يسمحوا للست بدخول مجال العمل كمأذونة شرعية، ما كانش يعني في اي قبول الا بعد ان اخذنا رأي القضاء واخذنا حكم كمان من القضاء بانه ما فيش اي مشكلة تمنع ولوج الست للعمل كمأذون شرعي. وكمان أخذنا رأي الفقه والشريعة الإسلامية بأنه ما فيش أي حاجة تمنع أن الست تكون مأذون شرعي أو أن هي تقوم بإبرام عقود الزواج على الوجه العام. يعني هنتكلم عموما، هنقول أن هي هتقوم بإبرام عقد الزواج. طبعا الفكر هنا أو الاعتراض بالنسبة للناس غير المؤيدة للفكرة أن الست ليها ظروف خاصة غير الرجل، فهم من هنا دخلوا في النقطة دي انه ازاي الست يكون عندها اي عذر شرعي يمنحها من قراءة القرآن او من ذكر اي حديث، خاصة انه المجال ده مجال اكيد هيتقال فيه ايات قرآنية، اكيد هتقول الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ما يعني ده كان كلام ورأي الشريعة الإسلامية إنه قالت ما فيش أي مشكلة وسمحت للست بدخول المجال ده، اقتداءا طبعا بكتير من الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. إن هو كانت من ضمن الغزوات كانت في ست بتقوم بتطبيب المصابين، فيعني الست دخلت من المجال أو يعني دخلت مع رجل أو قاسمت الرجل كل المهن من قديم الزمان وفي عهد الرسول عليه السلام وعهد الصحابة، وطبعا كمان سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل الشفاء بنت عبد الله العدوية لما ولها محاسبة الأسواق. فيعني كل ده كان ليه حسابه أو تدخله في أن الست ما يكونش قدامها أي عقبات في كونها مأذون شرعي أو أن هي تقوم بهذا العمل. من الناحية القانونية أستاذة سارة، هل لم يطرح إشكال ربما بين المدن يعني الأكثر انفتاح في مصر وبعض يعني والبوادي ربما أو الصعيد بين قوسين يعني المصري صعوبة في أن تصبح المرأة يعني في هذه المهنة، خاصة وأن هناك نوع من التحفظ والتشدد أكثر في بعض المناطق؟ تمام، كلامك مظبوط، لان فعلا احنا عندنا علشان الست تتولى او عموما الشروط الخاصه بالترشح لمهنه مأذون شرعي، احنا عندنا في مصر الوضع مختلف عن طبعا الدوله الشقيقه المغرب، الوضع مختلف شويه. احنا عندنا في شروط منها السن، منها التعليم، يعني احنا عندنا السن ما يقلش عن 30 سنه وما يزيدش عن 40 سنه، عندنا التعليم لازم يكون حاصل على شهاده الماستر او الدكتوراه، ده طبعا الماستر او الدكتوراه بتؤهله ان يكون اكفأ لتولي المهنه دي. تمام، فدي من ضمن الشروط. من ضمن الشروط الثانيه طبعا ان هو يكون طبعا فقيه او على الاقل درايه او معرفه بالشريعه الاسلاميه، امور الزواج والطلاق، فقه المراه بالتحديد، لان في امور كتير بتخص المهنه دي لازم يكون المأذون على درايه بها، لان هو بيعد من المستشارين او الناس اللي بيلجأ لها عامه الشعب او عامه الناس، ان هو يلجأوا يسالوا في امور الدين او في فقه الزواج والطلاق وفقه المراه في العده، يعني كل الامور المتعلقه بالزواج والطلاق المأذون لازم يكون على درايه بها. من ضمن الشروط كمان ان هو يكون من ابناء المنطقه اللي هو مقدم فيها او المدينه اللي هو مقدم فيها. هرجع واجاوبك على سؤالك بقى، انه في اماكن طبعا في محافظات عندنا فيها عدد الرجال اللي بيقدم للعمل بالمهنه دي بيكون كبير جدا، وفي منهم اللي بيبقى حاصل فعلا على الماستر على الدكتوراه، فبيصعب انه لو ست اقل منه في التعليم او في الدرجه العلميه ما بيبقاش ليها نصيب او ليها حظ في ان هي تكون من ضمن المرشحين او يتم قبول اوراقها.
فده بيبقى احد الاسباب اللي بيكون انحصار العمل هنا او الترشح للرجل اقوى منه للست. يعني لو انا مثلا في دايرتي او في الوقت اللي انا كنت قدمت فيه للعمل كمأذون، كان انا كنت اعلى المرشحين في الدرجه العلميه، يعني انا كنت اعلى منهم، كان معايا شهاده الماستر، وكل اللي موجودين كانوا ليسانسات، وما كانش فيهم حد اعلى مني في الدرجه العلميه، وبالتالي كنت انا الاكفأ في الحصول على المهنه دي. عندنا الوضع مختلف ايه كمان، ان احنا عندنا اختصاص لكل دايرة او كل بلد بيكون لها مأذون الخاص بيها، هو طبعا تابع لوزارة العدل، فكل منطقة بيكون لها المأذون بتاعها. مثلا ممكن يكون ده غير الوضع في باقي الدول اللي فعلا طبقت عمل الست كمأذون. فأنا بقولك إنه بتختلف من مناطق لمناطق على حسب الدرجة العلمية اللي حصل عليها الست، وطبعا السن زي ما قلت لحضرتك، فلو هي أعلى مؤهلا بيكون ليها الحظ إن هي تتولى المهنة دي، لو طبعا مش معاها درجة علمية أعلى فطبعا ما بيكونش ليها حظ. تمام. فقط يعني أستاذة سارة، في المناطق التي أكثر تحفظ، يعني هل هناك نساء مارسن المهنة مثلا؟ لكن هو عموما ما بقاش فيه اي حكر، يعني ما بقاش فيه اي تحفظ من اي حد، يعني اي مأذون بيتوفى طبعا لازم يكون في مأذون يتولى او يقوم باعمال المأذونية بعد وفاة المأذون اللي كان متولي الدائرة دي، فطبعا بتقوم ست او رجل او اي حد يرغب في الترشح طبعا يكون ينطبق عليه كل الشروط بيقدم، ما فيش مشكلة. فيعني الموضوع عادي جدا وبسيط، ما فيش اي اعتراض من اي حد ومن اي جهات في الدولة او من اي قطاعات الدولة، كل الناس دلوقتي بقت بترحب بفكرة عمل الست كمأذون، خصوصا ان احنا عدى على يعني ولوج ست دخول المأذون بقت 12 سنة، فما بقاش في اي اعتراض خالص خالص من اي حاجة. جميل جدا، بصدق نقاش شيق جدا، ولكن للأسف وقت البرنامج ضيق. قبل أن نختم اللقاء غادي نرجع لك أستاذة سمية. أستاذة سمية، رسالتك ربما تشمل يعني كل تفاصيل اللي تبغي ترقي لها خلال هذا اللقاء هذا، شنو يمكن لك تقولي لنا وانت غادي تنطلقي في واحد التجربة اللي هي فتية وتجربة اللي هي غنية وماشي سهلة، يعني المشوار مازال طويل. وبطبيعة الحال التجربة لأنها تجربة جديدة، وخاصة ونحن أول فوج نسائي، والمهنة كما كانت قبلا حكرا على الرجل، يعني ضروري من تحري والضبط والحزم وكيفية التعامل مع المواطنين وكيف يعني تلقي العقود، يعني تنحاولوا نلعبوا حتى على الجانب النفسي، يعني خصك انت تكوني اصلا انت مهيئه نفسيا لكي تمتصي مثلا غضب المواطنين، تيجي عندك مثلا في حاله الطلاق كتقومي انك كتعالجي المشاكل ديالو، في حاله مثلا في البيوعات كتحاولي انك توفقي الاراده ما بين البائع والمشتري، يعني كتقومي قبل ما كتحري الوثيقه او لك تكتبيها تديري بعدا واحد الاستعدادات قبلية في التشاور في الاستشارة وفي يعني في ضبط هذيك المعاملات، لأنك غديري واحد الاستقرار ديال الأمن التعاقدي، يعني غتحاولي أنك الجانب متعاقدين يكونوا بكل أريحية، يعني هي تجربة جديدة والمهنة هي ولو تبدو للبعض يسيرة لكنها مهنة كما تنقولوا محفوفة بالمخاطر، يعني لا بد ولا بد من تحري الوثائق، تحري الأشخاص، الاطلاع اليومي على جميع القوانين، لأن القوانين كلها يعني خصك تكوني كما تنقولوا يعني باستعداد يومي، يعني خصك تكوني أجور يعني كما تقولي قوانين تعمير، يعني كما تنقولوا نعطيك مثال بسيط، خاصك تكوني تا كمهندس، يعني تا كنقولوا داك الكروكي، يعني داك
تصميم طوبوغرافي خاص يكون يعني التكوين ديالك شامل وكامل. يعني كما كنجو نقولوا ثاني ان العدد الموثق هو مثلا تيضبط هذيك الموارد الماليه لفائده الدوله. يعني خصك تكوني المام بالتسجيل والتنبر، المام بقانون الماليه، المام بالاصول التجاريه بالشركات، يعني جميع القوانين. مجال غير محصور ومتعدد، لابد انك تكوني على اتم استعداد واتم كفاءه وضبط وحزم واتقان، لانك تخرجي واحد المنتوج، واحد الخدمه توثيقيه اللي غتحقق كما تنقولوا الامن التعاقدي واستقرار المعاملات، وفي نفس الوقت كتساهمي في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعقاريه وتشجيع الاستثمار الاجنبي كذلك. هذا هو الدور الطلائعي الذي لا حصر له، ونتمنى من الله العلي القدير ان نكون زعما عند حسن ظن جلاله الملك محمد السادس نصر الله، الذي اعطى تعليماته الساميه من اجل ولوجنا لهذه المهنه الشريفه العتيقه، وان نحافظ عليها لانها مهنه كما قلت سابقا امتهنها كبار العلماء والفقهاء، وهي اصبحت مهنه قانونيه محضه. ونتمنى الخير والتوفيق ان شاء الله. اللهم امين يا رب. استاذه سارة، اللهم امين. استاذه سارة، ختاما رسالتك، يعني ما هي الرساله التي تودين ان توجهيها للعالم العربي بصفه عامه ولمصر بصفه خاصه؟ تفضلي. اولا تحياتي ليكي طبعا والاستاذه سميه، وسعيده جدا جدا اني كنت معاكم. رسالتي اللي انا احب اوجهها ان يعني يا ريت كل الدول العربيه ودول العالم تشجع عمل الست، ويعني تبقى في ظهرها، لان الست ما تقلش خالص خالص عن الرجل في اي حاجه. بالعكس، الست اثبتت وجودها في كل المجالات، بقت يعني قادة الطائرة، بقت وزير، بقت قاضي، فتولت كل المناصب المهمة في الدولة، والحمد لله دخلنا المأذون. فيعني أنا شايفة أنه ياريت كل الدول العربية تقتدي قدوة الدول الشقيقة، تونس والمغرب وإحنا طبعا ومصر، وتسمح للست وتخد وتخليها تخد التجربة، وإن شاء الله بإذن الله الست هتثبت وجودها فعلا، وهتبقى عند حسن ظن كل العالم وكل الناس، لأن الست مش بس نص المجتمع، هي ست المجتمع كله أصلا يعني. وسعيدة جدا كنت معك. أنا أسعد، شكرا جزيلا لكم، يعني لكن عفوا، استمتعت كثيرا بهذا اللقاء الممتع جدا، دردشة أنيقة وراقية. شكرا جزيلا لكم، لكن عاوتاني بعدتم في نفسي لكم ولكن بعدتم في نفسي راحة وطمأنينة، فشكرا جزيلا، لأنه اليوم هو تحدي كبير وإنجاز كبير، و يعني مكتسب حقوقي نسائي كبير جدا، فشكرا جزيلا لكم، غنيتي والنقاش معنا، الله يخطيكم. بطبيعة الحال كنبغي نتقدم الشكر الجزيل للأستاذة سمية مرشيد، وهي أستاذة عدل، شكرا جزيلا ليك أستاذة سمية، بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله في هذه التجربة هذه، ونتمنى توفيق الجميع السيدات العدل، ونسمعوا كل أخبار الخير قريبا بإذن الله. شكرا لك إن شاء الله. شكرا. أشكر أيضا أستاذة سارة محمد، مأذونة شرعية من مصر الشقيقة، شكرا جزيلا لك أستاذة سارة على هذه المشاركة الطيبة، كان لقاء ممتع جدا، وحافظي دائما على هذه الابتسامة والروح البشوشة، ولك كل توفيق إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وسعيدة جدا أن كنت معك، وتحياتي للأستاذة سمية. شكرا لك. بارك الله فيك. كنشكر ايضا استاذه وصال اللي كان من المرتقب انها تكون معنا من الدوله الشقيقه تونس، وهي عادل الاشهاد اللي كانت تعذر عليها المشاركه في عفوا لكن تعذر عليها المشاركه في اخر المطاف. شكرا لكم اوفيائنا الكرام،
على حسن المتابعة، أعود وألقاكم بإذن الله الأربعاء المقبل في موضوع جديد وفي لقاء جديد. كنشكر كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الإشراف التقني والإخراج، إسماعيل كلاوي ويونس وحيدي في الجرافيزم. أشكر أيضا محمد مبارك، شكرا لكم أوفياءنا الكرام، يومكم سعيد وليلتكم سعيدة، دمتم في رعاية الله، نلتقي الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.